مرحبا، يمكن في سؤال بيخطر على بالي كثير، انه كيف سماء الليل مظلمه على الرغم من الكم الهائل الموجود من النجوم ويلي بنعجز حتى عن عدها بمساحه صغيره فوق رؤوسنا؟ فكان الجواب من التقارير العلميه انه اذا كانت الغبار منتشره فهي بتحجب الضوء القادم من الاجسام البعيده، هيك فرضيه اعتقدوها العلماء. اما الفرضيه الثانيه فانه بحال كان في عدد كبير من النجوم فربما بتتكتل معا وبتتخبأ خلف بعض البعض، وهذا التفسير يمكن يكون صحيح جزئيا. ننتقل لنشوف كيف عم يكون الطقس. عم تستمر درجات الحراره بالارتفاع التدريجي لتصير اعلى معدلاتها بحوالي 3 الى 5 درجات مئويه، والجو ربيعي دافئ بين الصحة والغائم جزئيا بشكل عام. سدي مغبر بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه. ليلا عم يكون جو بارد خاصه بالمرتفعات الجبليه، ورياح شرقيه لجنوبيه شرقيه بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة عم تجاوز سرعة الهبات 60 كيلومتر بالساعة أحيانا، وعم تسجل سرعة الرياح بين 10 و15 كيلومتر بالساعة. الرطوبة عم تتراوح بين 40 و85%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، وعم تسجل درجة حرارة المي 18 درجة. من تلا طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون الأجواء فيها مشمسة، وعم تسجل عليا 22 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ جولتنا من المنطقة الجنوبية. سويدا عم تسجل فيها العليا 21 درجة، أما بدرعا عم تتراوح بين 9 و21 درجة والطقس غائم جزئيا. بنقنيطرة عم تسجل فيها الحرارة العليا 20 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص اللي عم تسجل فيها العليا 23 درجة، أما بحما عم تسجل الصغرى 9 درجات والطقس بين الصحة والغائم جزئيا. بالمنطقة الساحلية بطرطوس عم تسجل العليا 24 درجة، باللاذقية عم تسجل 25 درجة، وبروا اسكندرية عم تتراوح بين 14 و25 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب عم تسجل بإدلب عم تسجل فيها العليا 23 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 6 و23 درجة والأجواء غائمة جزئيا. أخيرا رح ننتقل على المنطقة الشرقية على الرقة اللي عم تسجل فيها العليا 23 درجة، أما بالحسكة عم تتراوح بين 11 و24 درجة والطقس غائم جزئيا. أخيرا بدير الزور عم تسجل فيها العليا 25 درجة. أخبار الطقس اليوم خاصة، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.